من جانبه أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى أن عودة نظام الدوحة للحديث عن تدويل الحرمين الشريفين سيكتب لها الفشل كما كتب لمحاولاتها السابقة في موسم الحج. وأكد قرقاش في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دول المنطقة اعتادت من نظام الدوحة السقوط والسقطات طوال الفترة الماضية. وأشار قرقاش إلى أن المنطقة لم تعرف من نظام الدوحة إلا التآمر والأذى ومصير تلك الخطة الفشل، مؤكدا أن نظام الدوحة سيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب له تلك الهرولة أي نوع من الأمن.